سجّلَ الموقعُ الرسميُّ الإلكترونيُّ للانتخاباتِ خلالَ شهرٍ من تدشينِه أكثرَ من مليوني زيارةٍ للاستفادةِ من خدماتِه المرتبطةِ بالعملياتِ الانتخابيةِ وافادت الاداره التنفيذيه للانتخابات ان الموقع الالكتروني وفر منصه متطوره مدعومه بخاصيه التصفح عبر الهواتف الذكيه مع سلاسه الانتقال وسهوله القراءه من خلال استخدام احدث التقنيات وفق معايير الحمايه والامان المتقدمه ويتضمن الموقع اهم المعلومات الانتخابيه في اطار تعزيز الثقافه القانونيه والممارسه الديمقراطيه وتمكين المواطنين من مباشره حقوقهم السياسيه